أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستكون عضوا فاعلا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وأنه جار إعداد خطة واضحة لتحديد أوجه التعاون مع البريكس وكذا بنك التنمية الجديد التابع له. وخلال لقائه رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ديلما روسيف، أعرب مدبولي عن تطلعه إلى تمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية، ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها.